بسم الله الرحمن الرحيم هالو ماي dear ستودنتس اوف كوميرشال سكولز اند hotel ستاديز اعزائي طلبه وطالبات دبلوم مدارس تجاريه والتعليم الفندقي اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده على قناتنا المتميزه في بيتنا مدرسه المره اللي فاتت اتكلمنا كان معانا يونت 1 قلنا الامتحان بيجي ازاي بكل المواصفات بتاعته اتكلمنا المره اللي فاتت على فورمال اند انفورمال لانجويج امتى بستخدم فورمال لانجويج اللي هي اللغه الرسميه بستخدم اللغة الرسمية في العمل مع ناس أكبر مني informal language اللي هي اللغة غير رسمية وقلنا إن إحنا بنستخدمها مع أصدقائنا ومعارفنا كده يعني. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا unit 3 and revision 1. According to this unit في اليونت ده هيكون معانا new vocab كلمات جديدة new structure تعبيرات expressions جديدة برضو هيكون معانا جرامر ان شاء الله هيكون معانا الريبورتد سبيتش نشوف كده اليونت بتاع النهارده عنوانه ايه وهنتكلم فيه نقول ايه يونت 3 سيلز اند بيمنتس بنتكلم عن المبيعات والمدفوعات بالنسبة للنيو فوكاب اللي موجود عندي عندي سبلاي كونتراكت كاش ديسكاونت كاش اون ديليفري كريدت ادفايس نشوف كل واحدة فيهم معناها ايه ونتعامل معاها ازاي. نمبر 1 سبلاي كونتراكت بقصد بيها عقد توريد يعني انا متفق مع شركة معينة ان انا حورد لهم بضاعة لفترة زمنية معينة يبقى ان agreement عبارة عن اتفاق to supply a company ان انا امد الشركة with goods for period of time. ان انا امد الشركه دي بالبضاعه لفتره زمنيه معينه. كاش ديسكاونت كاش الدفع النقدي وديسكاونت خصم انما كاش ديسكاونت على بعضها بقصد بيها خصم عند الدفع النقدي. يعني مثلا حد بيشتري مثلا اطار العربيه كاوتش مثلا ثمنه قسط كذا وثمنه كاش كذا. لما ادفع كاش اقدر ان انا احصل على خصم الكلام ده اسمه كاش ديسكاونت. when you pay cash عندما تدفع نقدا for goods للبضائع or services أو الخدمات you receive a discount تقدر ان انت تحصل على خصم cash on delivery delivery جاي من كلمة اللي هو delivery توصيل الطلبات للمنازل انما هنا لما اقول cash on delivery معناها الدفع عند الاستلام معناه ايه بقى when you deliver the goods عندما توصل البضائع يو كولكت بيمنت ان بتقدر ان انت تحصل على كل المدفوعات ان بالكامل الكلام ده اسمه كاش اون ديليفري كريدت ادفايس كريدت ادفايس هي عباره بيقول عندي هنا ذس دوكيمنت هذه الوثيقه يبقى الكريدت ادفايس هيبقى اشعار بوصول رصيد لحسابك في البنك معناها إيه بالظبط؟ This document shows that هذه الوثيقة تبين أن some money بعض النقود has been credited to your account. إن هذه الأموال ضخت في حسابك أو تم إيداعها في حسابك. نكمل. Transactions Transactions بقصد بيها صفقات تجارية أو معاملات تجارية. نشوف كده معناها إيه. بيقول عندي هنا transactions each thing كل شيء that you pay in pay إن تودعه or take out تسحبه of your account. transactions بالنسبه للبنوك هي كل عمليه انا بعملها في البنك سواء كانت ايداع او سحب او تحويل. الكلام ده اسمه transactions. بعد كده statement statement بالعربي كده هو كشف الحساب. كشف الحساب بيبعته البنك كل شهر للعميل يقول له دلوقتي رصيدك كذا أه سحبت في يوم كذا مبلغ أه تم ايداع في يوم كذا مبلغ يبقى الاستيتمنت عباره عن كشف حساب بيقول كل العمليات اللي حصلت خلال الشهر معناها ايه كده every month كل شهر ذا بانك سنس البنك بيرسل اتس كاستمرز بيرسل لعملائه statement كشف حساب عندي بقى number 7 and number 8 in advance بقصد ب in advance مقدما وهنشوف معناها ايه و in آه على دفعات نشوف كده معناها ايه بالظبط بيقول عندي in advance if the company لو الشركه is a new customer يبقى انا لو بتعامل مع شركه جديده اول مره اتعامل معاها يبقى انا في اللحظه دي لازم ان انا اخد فلوسي ان ادفانس مقدما لان انا معرفهم شو ما اعرفهمش وما اتعاملش معاهم قبل كده. بيقول عندي if the company is a new customer they usually have to مضطرين الى باي ان ادفانس ان هم يدفعهم الفلوس مقدما. in errors معناها على دفعات او على اقساط. نشوف معناها ايه if the company لو الشركه As a regular customer. لو الشركة عميل منتظم they can pay in errors. يقدروا ان هم على اقساط او على دفعات ده لو الشركة دي عميل منتظم. يبقى عندنا transactions معاملات statement كشف الحساب اللي البنك بيبعته كل شهر in advance مقدما in errors على دفعات او على اقساط. نكمل كده review of functions عندي هنا asking for information لما اجي اسال حد عن معلومه اقول ايه asking for information اقول can i buy a ticket here ممكن اشتري تذكره من هنا يبقى asking for information بسال عن معلومه ابدا الجمله مثلا can i هل استطيع انا ان وبعد كده بننزل الفيرب اللي موجود عندي وبنبدا نكمل الكلام اللي موجود عندنا الجمل اللي بالنوعيه دي احنا بنحتاجها دايما في الديالوج في المحادثات اللي معانا asking for permission asking for permission ان انا بستاذن حد اقول له can i come in please اقدر ان انا ادخل نكمل promising معناها إن أنا بوعد حد بحاجة فبقول له هنا I won't tell anybody I won't tell anybody أنا لن أخبر أحدا بهذا الأمر مثلا. بعد كده عندي apologizing and explaining إن أنا بعتذر عن خطأ ما وبفسر الخطأ اللي أنا أخطأته ده إن أنا ما عملتش كذا مثلا. فهنا نبص معانا I am very sorry I forgot. about it يبقى I am very sorry إن أنا في بادئ الأمر اعتذرت I forgot about it and I نسيت إن أنا أعمل ده. offering to do something. offering to do something إن أنا اعرض أو بقدم لحد خدمة. بعرض عليه إن أنا أخدمه في حاجة معينة. فهنا نبص معانا can I carry this case for you? اقدر ان انا احمل هذه الحقيبه لك؟ Can I carry this case for you؟ اخر حاجه موجوده عندي inviting. inviting الدعوه ان انا بدعو حد لحاجه معينه. بقول له come and have lunch with me. تعالى واتغدى معنا نكمل. read then complete the summary below عندي هنا محادثة، المحادثة اللي موجودة عندي هنا هيكون فيها اكسبريشنز جديدة بين دي... بين ديف وبين نيل. هالو، ماي نيم از ديف نيومان، اي ام ذا مانجر اوف اوفيس نيدز، ا ستاشنري شوب ان مانشستر. ستاشنري شوب محل لبيع الادوات المكتبية. يبقى هنا بيعرفه بنفسه وبيقول له انا عندي محل لبيع الادوات المكتبية ان مانشستر. نيل رد عليه وقال له جود مورنينج مستر نيومان. What can I do for you? أقدر أعمل لك إيه؟ ديف قال له I'd like to open an account عايز أفتح حساب يبقى الحوار اللي موجود عندي هنا بين ديف وبين نيل uh, والحوار ده بيتم uh, بخصوص عمليات بنكيه بيقول له I'd like to open an account عايز أفتح حساب With you so that I can place a regular orders on credit لو بصينا للجمله دي هتلاقي عندك هنا سو ذات بعديها فاعل بعديها كان او كود بعد كده الفعل في المصدر وعندي اكسبريشن برضو يعني اللي هو بليس ا ريجولار اوردر ان انا اقوم بعمل طلبيه او طلبات منتظمه نيل قال له رايت هاف يو اوردرد جودز فروم اس بي طلبت مننا قبل كده حاجه ديف قال له يس yes. We placed three orders طلبنا قبل كده ثلاث طلبات last month الشهر اللي فات. We paid in advance واحنا دفعنا مقدما. Each time uh, we paid in advance each time but we would prefer to pay in errors. يبقى بيقول له احنا كنا بندفع مقدما ودلوقتي عايزين ندفع بالأجل. نيل قال له yes of course we are always happy to arrange accounts for our regular customers. احنا بنكون سعداء ان احنا نتعامل مع عملاء منتظمين. Our terms are payment within 30 days. وان الدفع هيكون خلال 30 يوم of receipt of goods. 30 يوم من خلال استلام البضاعة. نشوف كده القطعه اللي موجوده معانا. ديف نيومن رنز رن الفعل اللي موجود عندي هنا فوق مش معناه طبعا يجري معناه يدير يدير ايه بقى؟ ان مانشستر طبعا ديف نيومن رانز ا اه ستيشنري شوب محل لبيع الادوات المكتبيه ان مانشستر هي تليفون بي او اس واتصل بشركه بي او اس تو اسك اباوت اوبننج ان هو يفتح ان ويز بي او اس عايز يفتح مع بي او اس ايه بقى طبعا اكونت حساب هي سيد هي wanted تو بليس وقال ان هو يريد ان يقوم بعمل ايه بقى؟ ريجولار a regular orders on credit ان هو عايز يقوم بعمل عمليات او طلبيات منتظمة the accounts manager Neil Parker asked him whether he had ordered لو كان هو طلب طلب ايه بقى goods بضائع from BOS before لو كان طلب طلبيات قبل كده من شركه بي اس يبقى هو عايز يعرف اذا ما كان هو عميل منتظم لدى بي او اس ولا هو عميل جديد مستر نيومان سيد ذات هيز كومباني وقال له ان شركته هاد بلايست قد قامت بعمل ايه بقى 3 اوردرز ثلاث طلبيات ذا بريفيس مانس الشهر اللي فات ذا هاد سنت بيمنت ودفعوا المدفوعات with their اوردرز على كل طلبيه but they would prefer to order goods and pay later. عايزين يستلموا البضايع ويدفعوا بعد كده. Now Mr. Newman doesn't have to pay when he orders goods from POS. He receives goods quickly and he can wait. عايزين نقول هنا بقى خلال 30 يوم او 30 يوم days before paying قبل الدفع. يبقى لو بصينا عندي هنا في القطعه اللي كانت موجوده معايا هتلاقي فيها تعبيرات كتيرة بليس ان اوردر يقوم بعمل ترابية ريجولر كاستمر عميل منتظم باي ان ادفانس يدفع مقدما باي ان يدفع على دفعات او يدفع بالاجل ننتقل الى الجرامر اللي موجود عندي عندي هنا باست تنس ان ريبورتد سبيتش بقصد ب باست تنس ان ريبورتد سبيتش اللي هو الكلام اللي انا بقوله حالا دلوقتي او حد بينقل الكلام ده على لساني بس الكلام كله هيكون موجود في الماضي. مثلا reported speech in the past في الماضي when a reporting verb is past لما يكون الكلام في الماضي for example he said verbs in uh, in the speech usually change like this. نشوف بقى الجملة لو speech أو reported speech لو الجملة اللي موجودة عندي هنا ماضي سوري uh, مضارع وبدأ يقول هنا she likes apples هي بتحب تفاح عايزين نحول الجملة اللي موجودة عندي دي she likes apples إلى reported speech أولاً لو الفعل اللي موجود عندك هنا said في الماضي يبقى الجملة كلها لازم تكون في الماضي. أول حاجة بنعملها إن أنا بحذف الأقواس. تاني حاجة أحول الضماير. إن الشيء اللي موجود عندي هنا هتتحول. لايكس الفعل اللي موجود عندي تحول ابلز لازم الفعل يتحول لزمن أقدم. يعني الجملة لو عندي بريزنت تتحول تبقى ماضي. هنشوف الكلام ده. فهنا بدأت الجملة شي لايكس ابلز هي بتحب التفاح. طيب لو جون بيتكلم يبقى جون هيقول جون سيد جون قال شي liked ابلز احنا عملنا ايه بالظبط في الجمله دي ان بدانا الكلام بجون سيد يبقى الجمله بدأ هنا ماضي وشي تنزل زي ما هي لايكس اللي موجوده تتحول لزبن اقدم تبقى لايك وابلز تنزل زي ما هي شي لايكس ابلز جون سيد شي لايك ابل حذفنا الاقواس وخلينا الزمن اللي موجود عندي بدل ما كان بريزنت اتحول بقى ماضي وي ار ووركينج لو الناس بيتكلموا بيقولوا وي ار ووركينج احنا بنعمل الزمن اللي موجود عندي هنا لازم احوله من مضارع مستمر الى ماضي مستمر نقول ايه بقى هم قالوا ان هم كانوا بيعملوا يبقى they سيد بعد كده احول وي اللي موجود عندي لذي وار احولها لوير ووركينج ونحذف الاقواس اللي موجوده عندي يبقى الجملة لو كانت عندي بريزنت أحولها لباست نشوف برضه عندي سبيتش وريبورتد سبيتش لو كانت الجملة اللي موجودة عندي فيها ويل بحول ويل إلى وود مثلا بقول I will travel to أسوان أنا هسافر أسوان لو حد بيحكي بقى الكلام ده عندي وبيقول He said هو قال يبقى هيقول He said he would travel to أسوان يبقى ويل هي بس اللي أنا هحولها والفعل اللي موجود عندي في المصدر بعد ويل ينزل زي ما هو بالظبط ونحذف الاقواس شوف كده الجملة الاولى ويل تتحول لود أي will help you هساعدك جون سيد يبقى الكلام بادئ هنا ماضي أي اللي موجودة تحولت له would help me هو قال ان هو هيساعدني I will pay the invoice انا هدفع الفاتورة برضو بنفس الطريقة جون سيد جون قال أي اللي موجود عندي تتحول لهي هو will تتحول لزمن اقدم would pay the invoice نكمل past simple and, and the present perfect لو كان الزمن اللي موجود عندي هنا past simple ماضي بسيط and the present perfect مضارع تام نعمل ايه؟ بنحوله لزمن اقدم اللي هو زمن الماضي التام فعندي هنا she has met them هي قابلتهم يبقى انا بقول لو بقول جون سيد جون قال هقول جون قال ان هي كانت قابلته هنعمل ايه نبدا الكلام بجون سيد وشي تنزل زي ما هي هاز مت اخليها في زمن اقدم اللي هو زمن الماضي التام بدل ما كانت عندي هاز هتبقى هاد مت ذم طبعا احنا عارفين كلنا ان المضارع التام بيتكون من هاز او هاف والتصريف الثالث والماضي التام بيتكون من هاد والتصريف الثالث. They saw her. They saw her هم شافوها. نحولها لزمن اقدم يبقى جون سيد زاد او جون سيد جون قال. Uh, she had seen uh, her. اوكي. ريفيجن 1 choose the correct answer from a b c or d ده اول سؤال بيجي لنا في الامتحان يا جماعه بيكون عباره عن 10 جمل اختيارات خمس جمل بيعتمدوا على المعنى وخمس جمل بيعتمدوا على القواعد نمبر 1 هنا بيقول عندي speak clearly speak clearly تكلم بوضوح the caller can hear you علشان المتصل يقدر ان هو يسمع جايب عندي تو سو ذات اف زات احنا قبل كده اتفقنا يا اولاد ان عشان اقول لكي مثلا اقدر اقول تو تو معناها لكي بس بعد تو على طول لازم بيكون عندي الفعل فين في المصدر طب انا لو استخدمت سو so ذات بمعنى لكي بعد سو so ذات على طول هيكون عندي فاعل بعد الفاعل هيكون عندي كان او كود او مي مثلا كان او كود او مي وبعد كده بيكون عندي الفعل فين في المصدر فلو بصينا على الجمله اللي عندي سبيك clearly ذا كولر اللي موجوده عندي تبقى هي دي الفاعل بعد الفاعل عندي كان بعد كان عندي الفعل فين في المصدر يبقى هنا نختار على طول سو ذات سبيك كليرلي تكلم بوضوح سو so ذات لكي the caller can hear you علشان المتصل يقدر ان هو يسمعك. Number two their correspondence مراسلات on the desk. كلمة correspondence عايزين نقول ان الكلمة دي اعاملها معاملة المفرد ما بعملهاش معاملة الجمع ولا نضع قبلها ايه ما بحطش قبلها ايه يبقى اقول هنا their عايزين نعملها معاملة المفرد عند جملتين بس اللي بيتكلموا عن المفرد اللي هي is some و is a is a نستبعدها تماما يبقى there is some correspondence on the desk يوجد بعض المراسلات على الديسك number 3 it's cheaper انه من الارخص goods by سي عايز اقول هنا انه من الارخص ان ترسل البضائع يبقى is it cheaper to send goods by sea هل من الأرخص أن ترسل البضائع بحرا number four عايزين نقول هنا برضو the capital of uh, is واشنطن Washington. Washington طبعا هي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية عايزين نقول ان الدول هي اصلا معرفه ما بحطش قبلها ذا ما عدا يو اس ايه U.S.A هي اللي بحط قبليها ذا فلو بصينا كده هنا هتلاقي عندك كام جمله قبليها قبل يو اس اي ذا اتنين نمبر بي ونمبر سي بس عندي قبل واشنطن محطوط ذا في نمبر بي يبقى نستبعدها تماما يبقى الاجابه عندي هنا نمبر سي the capital of the USA is Washington نمبر 5 the company has more computers. الشركة لديها حاسبات than it عايز أقول هنا إن الشركة لديها أجهزة كمبيوتر أكتر من اللي كانت معتادة عليه أو أكتر من اللي كان عندها used to. Number six we will be happy to supply further information if you it لو بصينا للجملة اللي عندي هنا We will be happy to supply further information كلمة information عايز أقول معلومات أكثر بحط قبلها كلمة further information معلومات أكثر If you space it أنا عندي أف اللي بيجي بعد إف على طول مثلا بيكون مضارع والنص التاني من الجملة بيكون في will زائد المصدر يبقى عندي هنا هنقول أنا عايز هنا مضارع يبقى if you عندنا need needed will need don't need ونختار برضو حسب المعنى طبعا هنختار هنا if you need it. number 7 he asked there was a discount إذا كان هناك خصم four large numbers عايز اقول هو بيسال اذا ما كان هناك خصم على الارقام الكبيره او الكميات الكبيره يبقى هي اسكد وذر وذر اذا ما كان اللي هي نمبر دي نمبر 8 شي doesnt have a job ليس لديها وظيفه but her older sister is in a big كومباني في شركة كبيرة. أنا عايز أقول هي ليس لديها وظيفة ولكن أختها الأكبر منها بتشتغل كسكرتيرة في شركة كبرى. كسكرتيرة أو سكرتيرة A secretary. Number 10 آخر جملة معنا Number 9 Letters in English is one of secretaries responsibilities من أحد أهم مسؤوليات السكرتيرة. أنا عايز أقول هنا مش رايت يكتب الخطابات، عايز أقول كتابة الخطابات، يبقى أي فعل عايز أحوله من فعل لإسم إن أنا بضيف له في الآخر أي إن جي، يبقى رايتنج ليترز كتابة الخطابات، playing فوتبول لعب كرة القدم، رايتنج ليترز إن إنجلش إز كذا، يبقى هنا عندي رايتنج نمبر 10 I am learning about other countries. التعلم عن بعض الدول الأخرى. لو بصينا في الجملة اللي موجودة عندي هنا I am learning اللي موجودة عندي بعديها ده جيرنت يعني فعل آخر أي يبقى هنا مش معناها يتعلم لا معناها تعلم عايز أقول أنا مهتم بالتعلم about أو تعلم عن other countries الدول الأخرى أنا مهتم بي interested اللي هي نمبر دي يبقى I am interested in learning about other countries عندي هنا دايلوجز شوفها كده بسرعه عايزين نقول حاجه برضو ان المحادثات اللي بتجي دايما عباره عن ايه؟ عباره عن بائع ومشتري يعني اغلب المحادثات اللي بتجي في الامتحان بتكون بنفس الطريقه البائع اول ما بيدخل عليه الزبون يبدا البائع يقول له اقدر اساعدك حد بيحجز تذكره في قطار حد بيحجز اوضه في فندق اول كلام بيقوله الراجل اللي بيشتغل في الفندق او البائع او بتاع التذاكر يقول للزبون اقدر ان انا اساعدك بعد كده يبدا الزبون ان هو يطلب وبيكون عندي سعر وبيكون عندي سؤال عن السعر التعامل مع الجمل دي بيكون سهل جدا بس نفهم الفكره نفسها طب نشوف كده يا اولاد فعندي هنا شوب كيبر الراجل اللي بيشتغل في محل بيقول سال سؤال عادل رد عليه قال له يس ايد لايك تو باي موبايل عايز اشتري موبايل لازم نقرا المحادثه من اول كلمه لاخر كلمه بعد كده شوب كيبر ساله سؤال قال له بلاك بليز اسود من فضلك يبقى ساله هنا عن اللون شوب كيبر صاحب المحل او الراجل اللي بيشتغل في المحل وات اباوت ذس ايه رايك في ده عادل اتس فانتاستيك ايل buy باي بعد كده عادل ساله سؤال شوب كيبر قال له 500 باوند بليز المهم قال له في الاخر شوب كيبر قال له ثانكس طيب اول كلام بقى هيقوله شوب كيبر العادل هيقول له ايه طبعا هيرد عليه خدمات يقول له كان اي هيلب يو اقدر اساعدك عادل يس ايد لايك تو باي ا موبايل عايز اشتري موبايل شوب كيبر سأله سؤال قال له بلاك بليز يبقى سألوا هنا عن اللون علشان نعمل سؤال وما نغلطش أول حاجة بنكتبها دايما يا أولاد أول حاجة بنكتبها دبليو اتش كويستشن ماشي مش لازم يكون ده المهم إن هي الأداة بعد كده بجيب فعل مساعد فعل المساعد ده طبعا بيتغير بيكون دو do, او داز او ديد او ويل بعد كده الفاعل وبعد كده الفعل فين في المصدر يبقى علشان نعمل سؤال بنتبع الاربعه دول اول حاجه دبليو اتش كويستشن بعد كده فعل مساعد بعد كده فاعل بعد كده الفعل في المصدر فهنا لو بنسال مثلا عن اللون فيبقى وات color وات كلر ما اللون Do you want? ما اللون اللي انت عايزه؟ عادل قال له بلاك بليز، شوب كيبر وات ابوت ذيس وان؟ ايه رأيك في ده؟ اتس فانتستيك، ايل باي ات، طب نسأل هنا عن السعر. How much does it cost؟ بكام؟ How much is it؟ انا عايز اقول برضو عشان نسأل عن السعر بنقدر ان احنا نسأل باكتر من طريقه اقدر اقول how much how much is it او ان انا اقول what is the price what is the price ما سعر of وبعد كده نقول الحاجة اللي احنا بنسأل عليها فهنا قلنا how much does it cost shopkeeper 500 pounds بعد كده عادل قال له ايه عادل قال له here you are shopkeeper thanks نكمل receptionist موظف الاستقبال بيتكلم مع مستر بكر يبقى عندي هنا مستر بكر رايح علشان يحجز حجره يعني. ريسبشنست موظف الاستقبال سأله سؤال مستر بكر يس لايك تو بوك قلنا ان بوك هنا كفيرب مش معناها كتاب لا معناها يحجز غرفه. ريسبشنست سأله سؤال قال له I will stay two weeks. سوف أقيم لمده اسبوعين. ريسبشنست سأله سؤال مستر بكر ماي نيم از بكر سالم ريسبشنست سأله سؤال مستر بكر 55 تحرير ستريت هير از ذا خد المفتاح نخلينا في أول جملة عندي هنا أول كلام هيقوله البائع زي ما اتفقنا قبل كده هيقول له كان أي هيلب يو أقدر أساعدك مستر بكر يس أي لايك تو بوك أروم أريد أن أحجز غرفة مستر بكر سأله سؤال، آه، ريسبشنست سأله سؤال، قال له: "I will stay two weeks, طب احنا عايزين نسأل هنا سؤال: "ما طول المدة الزمنية اللي أنت هتقعدها؟" عايزين نعملها بنفس الطريقة إن أنا أبدأ بالـ اتش question: "ما طول المدة اللي هي how long؟" بعد ما جبنا الـ اتش question: أنا عايز أجيب auxiliary فعل مساعد في المستقبل. فعل مساعد هيكون عندي هنا will هاو لونج will يبقى جبنا دبليو اتش بعدها جبنا auxiliary فعل مساعد بعدها الفاعل اللي هو يو انت وفي الاخر الفيرب تقيم اللي هو ستاي هتقعد عندنا قد ايه طب نشوف كده هنا ايه How long will you stay? رد مستر بكر وقال له I'll stay two weeks. سوف أقيم لمدة اسبوعين. ريسبشنست موظف الاستقبال سأله قال له ماي نيم از بكر سالم طبعا واتس يور نيم وفي الاخر سأله سؤال قال له 55 تحرير ستريت يبقى واتس يور ادريس ممكن اقول له واتس يور ادريس ما هو عنوانك وير دو ليف اين تعيش وفي الاخر قال له 55 تحرير ستريت هير از ذكاء عندي هنا قطعه ااا أه وعليها اسئله احمد نيدد ان يو فوتوكوبير احمد احتاج ان هو يشتري مكنه تصوير بيكوز ا لوت اوف كاستمرز كثير من الزبائن كيم انتو ذا ستيشنري شوب فور كوبيز بيجوا عنده عشان يصوروا اند ذا اولد ماشين والاله القديمه didnt print clearly لا تطبع بوضوح يبقى احمد عايز يشتري الاله دي ليه لسببين ان الاله القديمه اللي عنده ما بتطبعش بوضوح وهو عنده كثير من الزبائن احمد رينج سيلز the sales office at اس وطلب شركه بي أو اس to inquire about a new one عشان يستعلم عن اله جديده the salesman recommended a japanese point والبائع رشح له مكنة japanese point 507 ماشين وكان موديلها تقريبا او رقمها 507 هي سيد ذات ذير كاستمرز وير هابي ويز ات ان الناس كانوا سعداء جدا بالمكنه التصوير دي احمد مانجد تو جيت ا ديسكاونت واحمد نجح ان هو ياخد منهم خصم بيكوز هي سيد هي وود كولكت ذا ماشين هيم سيلف يعني هو احمد هياخد المكنه مش متجمعه وهو يجمعها عنده نشوف بقى الفقره الثانيه the day after اليوم اللي بعد كده he collected it أحمد جمع أحمد rang again اتصل مرة أخرى he said that the photocopier was on إن المكنة شغالة but it was only printing blank pages بتطبع صفحات سادة the salesman asked أحمد if he had bought some ink قال له انت وضعت فيها حبر ink powder in the machine أحمد رد عليه وقال إنك باودر؟ سؤال كده أحمد أسكت سأل Oh dear, we forgot to do that نسينا نعمل ده The salesman explained البائع فاستر that he had to put in the powder before using the machine قال له انت كان لازم ان انت تحط الإنك باودر قبل الاستخدام أحمد told his secretary later وقال السكرتيره بتاعته: "We saved a bit of money. وفرنا بعض الفلوس، but next time I'll ask بي او اس to set up the machine and get it working properly" ويشغلوها ويخلوها تعمل بإحكام. نشوف بعد كده الأسئلة اللي موجودة عندي هنا. نمبر 1: What did أحمد decided to buy and why؟ وعايز سببين. أحمد قرر إن هو يشتري إيه؟ وليه؟ طبعا احمد قرر ان هو يشتري قال التصوير فوتوكوبير they sold photocopies uh, a lot of customers and all the machine didn't print clearly يبقى احمد كان عايز يشتري uh, مكن التصوير لان هو عنده كثير من الزبائن والمكنة القديمة لا تعمل باحكام number two was the point 507 popular with BOS customers يا ترى الناس كانوا راضيين عن الآلة ليه هي 507 if so why؟ وايه الاسباب؟ الاسباب اللي موجوده عندي هنا طبعا الناس كانوا راضيين عنها يس ات ووز فاست كانت سريعه اند ريلايبل ويعتمد عليها اند نيفر بروك داون ولا تتعطل. نمبر 3 why did نيل give a discount to office needs؟ ليه نيل قرر ان هو يديله خصم؟ because أحمد collected the machine himself. لإن أحمد جمع الآلة بنفسه. What was the problem with the new machine؟ أي المشكلة اللي كانت موجودة في الآلة الجديدة؟ It was slow. كانت بطيئة. It didn't print clearly. لا تطبع بأحكام. It didn't work. It worked but didn't print. كانت بتشتغل ولكن لا تطبع. طبعاً هي نمبر دي كانت بتشتغل ولا تطبع. لان هو نسى يحط الحبر تشوف بعد كده نمبر 5 احمد ذا انك باودر احمد ذا انك باودر الحبر البودره عايزين نقول ان احمد نسي يضع الحبر البودره عندي هنا نمبر ايه didnt know ما كانش عارف اي حاجه خالص عن الحبر ولا forgot to put ان نسى يضع الحبر didnt know anything ما يعرفش اي حاجه عنه forgot to buy نسى يشتري احمد طبعا كان عنده خبره في التصوير وبيصور على طول فعارف ان في حبر ولكن هو نسى ان هو يحط حبر في المكنه يبقى عندي نمبر سي didnt know anything about the ink powder ما تنفعش نكمل احمد سكرتري learned that the stationery shop محل بيع الادوات المكتبيه had saved some money إن هم يعني وفروا بعض الفلوس. طب ليه وفروا بعض الفلوس؟ لأن هم جابوا الآلة مفككة وجمعوها عندهم. In future في المستقبل أحمد will not طبعاً الكلام ده ممكن نعرفه من الكلام اللي قاله أحمد للسكرتيرة هو قال لها uh, in future أحمد will not نخلي بالنا من النفي اللي موجود عندي هنا أحمد لن لن إيه بقى؟ سيت أب ماشينز ويزاوت يل لن يقوم بتجميع الاله بدون مساعده. يعني لما يجي يشتري الاله بعد كده هيشتري الاله مجمع. نكمل الكلام اللي معانا. fill in the spaces with words from the list. عندي هنا بعض الكلمات. وعندي expressions. لو نخلي بالنا او نكتب ورانا الكلام ده هيكون مهم. عندي أول كلمة موجودة فوق أبليكيشن، عايز أقول استمارة طلب الحصول على وظيفة، application فورم. الكلام اللي موجود عندي ده ممكن نكون ما خدناهوش قبل كده، إنما عشان أقول استمارة طلب الحصول على وظيفة، application فورم، فورم اللي هي الاستمارة. application فورم، استمارة طلب الحصول على وظيفة. أوتيل فورم، استمارة لفندق. بارجن بارجن بقصد بيها صفقة أو فرصة أو فصال حد بيفاصل في حاجة درو درو كفعل لوحده كده معناه مثلا يرسم إنما لما أجي حد وأقول له I will draw أو can I draw your attention draw your attention معناها الحصول على الانتباه يبقى درو يور اتنشن الحصول على الانتباه بعد كده عندي انكوير عايز اقول يستعلم عن يستعلم عن انكوير بس بنجيب لها حرف جر ايه يبقى انكوير اباوت انكوير about يستعلم عن place كلمه place لوحدها معناها مكان طب از ان اكسبريشنز لما اجي استخدمها في تعبير معين عايز اقول يقوم بعمل طلبية يقوم بعمل طلبية place and order place and order يقوم بعمل طلبية recommend يرشح suitable مناسب عايز اقول مناسب لي يبقى suitable مناسب for Suitable for مناسب لي. بعد كده عندي supply يعني يمد وبتاخد معاه حرف الجر with. يبقى supply with لو احنا نذاكر الكلام اللي معايا ده بنفس الطريقه دي بالظبط هنلاقي ان السؤال ده بالنسبه لنا بقى سهل جدا. يبقى application form draw your attention inquire about place and order suitable for supply with. نشوف كده نمبر 1: I can this desk, madam. أنا برشح لك الديسك ده يا مدام. It's modern and a very good value for money. إنه حديث ويستحق النقود يعني. نمبر 2: please complete the بعد كده form so that we may consider you for the job. عشان نعتبرك في الوظيفة. عندي هنا كلمة فورم يبقى طبعا هنقول قبلها على طول application فورم استمارة طلب الحصول على وظيفة. نمبر 3 ذيس ايرينجز الحلق وطبعا الحلق بيعمل معاملة الجمع ذيس ايرينجز ار الحلق ده ار يو ويل نوت فايند تشيبر ones اني لن تجد ارخص منه في اي مكان يبقى الحلق ده فرصة بالنسبة لك يبقى uh, these earrings are a bargain فرصه نمبر 4 please us ويز نخلي بالنا من حرف الجر اللي موجود عندي هنا ويز information and and price list يبقى كان عندي هنا ايه من الكلمات اللي بتاخد معاها حرف الجر ويز اللي هي طبعا supply ويز please supply us with information and price list Number 5 I would like to an order for 200 calculators على حسب. طبعا عندي an order طلبيه عايز اقول يقوم بعمل طلبيه I would like to place an orders I would like to place an order for 200 calculators Number 6 this computer would be very هيكون عايز أقول مناسب لي عندي هنا فور يبقى طبعا suitable فور مناسب لي our office مكتبنا it's just what we need هو اللي بنحتاجه نمبر 7 may I your attention to the fact that invoice 7023 is still unpaid عايز أقول ممكن أن احنا يعني نحصل على انتباهك أو نعرفك أن الفاتورة رقم كذا لم تدفع عندي هنا your attention يبقى اقول هنا may I draw your attention اخر جملة موجودة عندي I would like to about opening an account فتح حساب with your company مع شركتكم يبقى I would like to about يبقى نقول على طول inquire about I would like to inquire about استعلم عن فتح حساب مع شركتكم نكمل الكلام اللي معانا writing write a paragraph about buying and selling طالب مني ان انا اكتب باراجراف عن buying الشراء selling البيع using the following guide words لما بنيجي نتعامل مع اي باراجراف لازم ان انا بكتب الباراجراف او بكتب العنوان في مقدمه البراجراف يبقى اول حاجه بكتبها عندي هنا بعد كلمه about اللي موجوده عندي رايت ا باراجراف اباوت اكتب باراجراف عن باينج اند سيلينج هيكون هو ده العنوان الشراء والبيع اجي في ورقه الاجابه واقوم كاتب العنوان فوق باينج اند سيلينج بعد كده نبدا ان احنا نتعامل مع اول جمله ولما نيجي نكتب في الامتحان ان شاء الله نكتب زي ما انا بكتب كده بالظبط اول جمله اف كومباني وونت باي جودز ان اوردر ان اوردر عايز اقول تقوم بعمل طلبيه يبقى هنستخدم بليس ان اوردر سبلاير مورد ولكن نخلي بالنا من حاجه ان انا لما بتكلم عن حقيقه مثلا زي كلام الموضوع اللي موجود عندي ده باجي في المضارع بستخدم زمن المضارع معايا باستمرار يعني لو الفاعل مفرد اضيف اس في الفعل فهنا نشوف الجمله الاولى معموله ازاي if a company لو شركه wants to buy goods they place an order with a supplier يبقى لازم في الاول في بادئ الامر ان انا اسيب مسافه كلمه وابدا اتعامل اقول if a company wants to buy goods خلصت السطر الاول ده اجي بقى للسطر الثاني وابدا من اول السطر خالص buy goods comma بعد كده they هم place ان اوردر with a supplier a supplier مورد عايز أقول إن أنا هنا ممكن يعني احنا اتفقنا إن أنا بسيب مسافة كلمة بعد كده أو بسيب مسافة في أول سطر بعد كده ببدأ أكتب لما للآخر السطر خلص عندي أرجع من الأول خالص لما للاخر خلصت الجمله احط ستوب بعد ستوب اللي انا كتبتها ببدا ان انا اكتب الجمله الثانيه من بعد ستوب على طول انما انا كاتب كده على اللاب عشان نعرف كل جمله ازاي نتعامل معاها انما لما نيجي نكتب نكتب زي ما انا كاتب كده بالظبط نشوف الجمله الثانيه بيقول عندي اف نيو كاستمر عميل جديد يوجوالي باي ان ادفانس يبقى الشركة دي لو أنت بتتعامل معاها لأول مرة لازم إن الشركة دي بتدفع الفلوس كلها مقدما بالكامل. نشوف الجملة معمولة إزاي؟ If the company لو الشركة is a new customer عامل جديد they usually have to pay in advance يكونوا مضطرين إن هم يدفعوا الفلوس إن advance مقدما. طب إحنا لو بنكمل يبقى أكتب بعد الفلستوب اللي أنا كتبتها اللي هي نهاية الجملة الأولى اكتب الجمله الثانيه بعديها على طول اف ذا لو الشركه از ان يو كاستمر لو الشركه عميل جديد كوما زي ونكمل الكلام كله لما لاخر البرجر نشوف اللي بعد كده الجملة الثالثة اللي عندي أف company لو آه, الشركة regular customer عميل منتظم pay in errors يدفعهم على دفعات او يدفعهم بالاجل يبقى عايز اقول لو الشركة تكون عميل منتظم هم عادة بيدفعهم على دفعات يبقى نشوف كده الجملة دي اتعملت هنا ازاي the company pays to uh, the supplier. الشركة بتدفع إلى المورد. and then the supplier delivers the goods. ثم المورد يوصل البضاعة. دي كانت الجملة رقم ثلاثة. Uh, اللي هي company pays supplier deliver goods. company الشركه باي بتدفع للمورد بعد كده كلمه deliver goods يوصل البضاعه يبقى the company pays the supplier بيدفع للمورد and then ثم the supplier delivers the goods بعد كده if company لو الشركه regular customer عميل منتظم pay in arrears يدفعهم على دفعات او على اقساط نشوف هنا الجمله دي اتعملت ازاي if the company لو الشركه is a regular customer. لو الشركة عميل منتظم. They can pay in errors. The supplier sends the goods and an invoice. العميل بيرسل المورد بيرسل البضائع وفاتورة. آخر جملة موجودة عندي customer pay invoice usually 30 days. عايز أقول هنا العميل uh, بيدفع الفاتورة خلال 30 يوم. عندي هنا ذا سبلاير سيندز ان انفويس نشوف بقى الكلام اتقال ازاي. ذا كاستومر ذن العميل بيز بيدفع ذا انفويس الفاتورة usually within 30 days خلال 30 يوم of ريسيبت او جاتس. والا هنا اعزائي طلبة وطالبات دبلوم مدارس تجارية نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم متمنين لكم دوام التوفيق والتفوق إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته